شو عم بيصير؟ كيف ممكن المعمورة تسمع صريخ الأولاد اللي عم ينحرقوا وينقتلوا ويتيتموا ويخافوا ويجوعوا من دون ما تشعر بالغضب، من دون ما تحس بالذنب؟ كيف ممكن المعمورة تتفرج على هالأشلاء، على هالجسس، على هالخراب، على النار اللي عم تاكل الأخضر واليابس بلا ما تكره حالة؟ ما في حدا يعمل شيء لهالكابوس اللي عم نعيشه؟ موتنا صار لعبة فيديو، ما في حدا يكبس على القاف، ما في حدا يعمل كويت. الشعب الفلسطيني بده الحرية ليعيش بكرامته. العالم الحر بده يزعبر بالحقيقة ويزور الحقيقة ليحسن طريقة قتلنا. العدو عم ينتقل من هزيمة لأخرى بغزة، عم بيتلقى ضربات موجعة، عم يتخبط بالعجز والفشل. كل ما أعلن أنه نظف منطقة من المجاهدين بيطلعوا له رجال القسام من تحت الأرض بأسلحة جديدة، بيضربوا التحصينات والآليات، بينصبوا الكمائن وبيخوضوا أشرس المعارك. عشرات المجندين بالاحتياط ما بقى بدهم يرجعوا على الحرب بغزة. نص مليون نفر غادروا الكيان. كل هالوقت ما قدر العدو دمر إلا نسبة ضئيلة من قدرات المقاومة. شو بقي له غير ينتقم من الناس، غير يرتكب مجازر، غير يعطل المستشفيات، غير يمنع المساعدات ويجوع الأطفال ويضرب المدارس اللي فيها اللاجئين ويحرق المخيمات؟ مشاهد مروعة بعد استهداف جيش هولاكو لمدرسة عبد الفتاح حمود اللي فيها نازحين من الشمال. هيدي مجزرة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهيدي مجزرة مواصي رفح. هاللقطة الفظيعة ما حتشوفوها بالإعلام الغربي. يا ويلكن من قهر الناس. من زمان الشنط كنا نحط فيها تيابنا. بقدم لكم مها العرعير، اسمعوا حكايتها. مها رشا منير عرعير، أنا النجدة الوحيدة من عيلتي. انكسر الطاق، وجه الصاروخ، أنا طرت، ماما وبابا وأخواتي استشهدوا. العيد ما جاش علينا عشان قتلوا ماما وبابا وأخواتي. بقلب المأساة باشروا الشباب بإعادة ترميم مجمع الشفا. الإسرائيلي ضاع راسه ما عم يفهم. كلكن شفتوا صور بدر دحلان اللي دارت صوره حول العالم. هيدا الشاب شاف الفظائع خلال شهر من الاعتقال في معسكرات العدو المتوحش. شوفوه قبل وبعد. كتير حسابات قارنت بين بدر دحلان وبين الأسرى الإسرائيليين اللي طلعوا من عند المقاومة. بس فكركن الإسرائيلي ممكن يندم على هالإجرام مثلاً؟ ماي جولان وزيرة العدالة الاجتماعية بالكيان كتير مبسوطة وبدأ أكثر إذا ممكن. الناشطة التونسية إيناس عم تخبرنا كيف تزيبي نافون اللي هي مديرة مكتب سارة نتنياهو بدها تجمع هالفلسطينية وتجزر فيهم. بس اللي داخل الكيان الصهيوني بيعرفوا رأيهم غير هيك. رئيس الحكومة الكيان السابق إيهود أولمرت قال ما كنا حاسبين لهم حساب، كنا مستخفين فيهم للفلسطينيين، ما كنا عارفين بيطلع منهم هيك. الرئيس السابق للشباك عامي أيالون قال لكريستيان أمنبور ما رح نقدر نرتاح إلا ما نوقف الاحتلال، ونتنياهو اللي عم بيعمله هو مقتل الصهيونية. على الجبهة الشمالية الوضع مختلف، والعدو بعد ما أظهرته طائرة الهدهد عاريا ومكشوفا فهم الدرس. وخطاب سيد المقاومة إجا ليزيد الطين بلة. إذا فرضت الحرب على لبنان يا ويلكم. كانت النتيجة حملة تهويل وتضليل وتخويف وتزوير في الداخل والخارج. بس بلبنان كل شيء بالآخر بياخد بعد تراجي كوميدي. مدير شركة الكهرباء بإسرائيل قال لهم إذا ضربنا حزب الله ما بنضاين أكثر من 72 ساعة. حسب الصحافي والمحلل الأمريكي سي جي ويرلمان، حزب الله عنده قدرة على تدمير الكيان الإسرائيلي. بأمريكا كشف موقع تراك أي باك أنه منظمة اللوبي الصهيوني الفاعلة جداً في الولايات المتحدة شارية بما لا يقل عن 100 مليون دولار
زمم عشرات السياسيين والمؤثرين بالولايات المتحدة، بيناتهم ترامب وبايدن وبيلوسي وهيلاري كلينتون وعد من هون ورايح. كتبت مغردة إنه الكونغرس الأمريكي تحت الاحتلال وإنه ما رح تتحرر فلسطين إلا ما يتحرر الكونغرس. ضجت الصحف بإسرائيل وبعض الصحف المغربية بخبر السفينة الإسرائيلية اللي فاتت على مرفق طنجة بشمال المغرب لتتمون بالوقود والأكل بعز دين المجزرة بغزة طبعا. وأخيراً جوليان أسانج حراً طليقاً بعد 13 سنة من الاضطهاد والمطاردة وخمس سنين من السجن الاحتياطي ببيلمارش، أحد أبشع وأفظع السجون ببريطانيا. جوليان صحافي مش مجرم، تعاقب لأنه كشف جرائم الولايات المتحدة، كشف جرائم الاستعمار الأمريكي بالعالم. نحن فينا نقول أنه هناك ما قبل ويكيليكس وما بعد ويكيليكس في حياتنا الإعلامية وحياتنا السياسية، وهذا بفضل جوليان أسانج. تحية لبطل الديمقراطية الحقيقية اللي انتصر على الاستبداد والاستعمار. هلأ صار فينا نقول عقبال المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله اللي هو له 40 سنة بسجون فرنسا ضد المنطق وضد العقل وضد القانون. جورج هو أقدم سجين سياسي بأوروبا، أعطى حياته للنضال من أجل فلسطين. اليوم لازم المقاومة تسترده بأقرب عملية تبادل. يوم عيد الموسيقى بلندن بكنيسة سان بانكراس نظم النجم البريطاني روجر ووترز أمسية من العمر كان شعارها لنقف معا من أجل فلسطين، وشاركه كات ستيفنز اللي صار اسمه يوسف إسلام ومغني الروك الأمريكي لو كي. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. اليوتيوبر اليمني مصطفى مومري يضرب من جديد، رح خليكم مع آخر كليباته شيب شيب. سفينة سفينة والله ما تمشي، سفينة تمويهاكم كاشفينا، إما تجنب رهينا أو نقلع أم الماكينة ونحاصر ابن اللعينة، بايدن على بنيامينا يلعن أبو والدينا. سفينة سفينة اليمني كسف السفينة، راس الرجا في يمينة والهند